في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها محافظة الحديدة، تتعدد الجهود الطوعية الرامية لتخفيف وطأة الحرب ومساندة الفقراء والمحتاجين. مطبخ الخير مبادرة شبابية بجهود ذاتية يقوم من خلاله مجموعة من شبان وفتيات مدينة الحديدة بتعهد نحو 100 أسرة لتأمين وجبتي الإفطار والعشاء في شهر رمضان الفضيل ووجبتي الغداء والعشاء باقي أيام السنة. المطبخ يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الأسر الأشد فقراً والأسر المتعففة، نحاول نوزع لهم بالفطر اللي وجبتين غداء والعشاء، وفي رمضان هي الآن الفطور مع العشاء وهي وجبتين. الأوقات اللي نعانيها ونقص الدعم عننا وغياب الدائمين أو المولين لنا، ونعمل كلها بقوة شخصية وعلاقات فقط لا غير. وتعمل المبادرة بطريقة التقصي للأسر الفقيرة والمحتاجة لحصرها وإصدار كروت شخصية لتتمكن من الحصول على نصيبها من الوجبات اليومية. على الرغم من ضعف إمكانيات هذه المبادرة وقلة انعدام الدعم لها، إلا أن الشباب يبذلون جهدا جبارا لسد حاجة هذه الأسر دون تلقي أي مساندة لأنشطة المطبخ ومحاولة تحمل كل الظروف التي تجبرهم على عدم التوقف. يسعى القائمون على مبادرة مطبخ الخير إلى توسيع دائرة مساندة الأسر الأشد فقراً، كما يأملون في الالتفاف حول فكرتهم الإنسانية المتواضعة ومساندتها خصوصاً خلال شهر رمضان لاستمرار مشروعهم الطوعي خلال الفترة المقبلة من أيام السنة.